اعتصام عنده 7 أيام تخلفي أساتذة الرياضة في المعهد العالي للتربية البدنية بخسر الصعيد بعد ابعادهم عن ممارسة مهامهم من طرف الإدارة، واللي خلاهم في وضع مهني وعائلي محرج. الوضعية اللي يعني فيها تويكا هي وضعية حرجة حاطين فيها الإدارة المعهد بصفتنا قاعدين توا عنا أسبوع مخلين عائلاتنا مخلين الشؤون والبحوث العلمية اللي نقوموا بها وقاعدين لهنا نطالبوا بحق اللي من المفترض أنه يكون إدارة المعهد تسعى أنه توفره لنا. أنا كنت عم ناول 3 سنين كنت باش نكمل، يعني أنا على خاطر ما زالت لي الفاز الأخرى في الغشيخ متاعي، أنا في الفاز دو ريداكسيون تويكا وعام كامل احنا 7 شهور ما نخدموش وما نجمتش نقدم على خاطر وين ما نقعد باش نخدم تازم تاعي ما عنديش حتى كونسنتراسيون سو لو ستريس. هذه حاجة، وثاني حاجة احنا راهو في الافانسمان دي غوشيرش نشاركو في دي كونغري حتى البرة ما نجمناش نتحصلوا من الوزارة على شهيد عمل، ما حبوش يعطيونا شهيد عمل وبلاش شهيد عمل ما نجموش نشاركو في حتى كونغري البرة. بالضبط على المستوى العائلي عائلاتنا مسيبينهم صغارنا مسيبينهم اذا مسيبين القرايه نتاع وليداتنا وهنا قاعدين لهنا النهار الكامل واحنا نسعوا انه نتصلوا ونسعوا انه المشكل هذا يتحل. الوضعيه اللي وصل لها الاساتذه المعتصمين رافقتها تدخلات من وزاره الشباب والرياضه من خلال اتفاقيات ومناشير تدعو لاعادتهم لمهامهم واللي تقابلت بالرفض، وهو اللي خلى النقابه الاساسيه تتحرك في اتجاه التصعيد. بالتنسيق مع الهياكل الاتحاد من المكتب التنفيذي للنقابه الجهويه في الجهه دخلنا في حركه نضاليه اللي هي اعتصام، وقاعدين نتفاوضوا ثم مفاوضات ما بين الجهه والوالي، والوالي توا قاعد ماسك الملف فيه وقاعد ينسق مع الوزاره باش يحلوا المشكله هذه بتاتمنى الغدوه بعد غدوه. اذا المشكله تحلت دونك احنا باش نرفعوا الاعتصام تاعنا لانه المشكله تحلت والناس باش تاخذ النبلاطه تاعها باش تخدم على روحها. اذا المشكله ما تحلتش انا نحضروا في روحنا لضرب الجوع، ضرب الجوع هذا باش يتطور في مستوى الجهه والجهه باش تقعد تتناقش وممكن تدخل في اضراب جهوي يهم خاطر هذا احنا جزء من التعليم الثانوي في الجهه. هذا باش يصير اذا ما فماش حل للمشكله واذا ما ترفعش المظله هذه. أساتذة حاملين الشهادة العليا والبعض منهم يعد في الدكتوراه يلقوا أنفسهم في موقف غريب تضارب فيه القرارات بين الوزارة وإدارة المعهد تخلي التساؤل مطروح حول مستقبلهم.